مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير حلى جوز الهند بخمس دقائق بهيدا الشكل الحلو والرائع. نبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا اول شيء كوبين المقاس، بهيدا الكوب عيرت جوز الهند، وكمان عنا نصلي. بدنا نحط نصلي فوق جوز الهند. بسم الله. هيدا نص كوب، بنحط النسلي وبنخلطهم منيح مع بعض. هلا انا حطيت نص كوب، اذا بعد بدي بزيد، بحط شوي شوي عشان ما تطلع عنا العجينه رخوه. اوكي، بخلطهم منيح ليصير عندي عجينه متماسكه. مثل ما لاحظتوا عم بعملكم هلا، ان شاء الله كل عيد وانتم سالمين. خلصت الفيديوهات للاعياد ولرمضان، بحاول اعملكم فيديوهات كتير بسيطه وسهله وسريعه. بس خلطتهم بهيدا الشكل، هلا بدي اعجنهم بالايد افضل. بس صار عندي عجينة بهيدا الشكل، هلأ بدي مدهم بالصينية. غلفت الصينية نايلو عشان بس بدي شيل القطعة أسهل لإلي. مدهم نفس المستوى. انا ما بدي عجينه طريه ولا قاسيه كتير، بهيدا الشكل عجينه معتدله، عرفتوا كيف؟ هلا بحطهم على جنب لنكفي انا وياكم. عنا هون 100 جرام شوكولا خام، بحط فوق ملعقتين طعام حليب، ملعقه اثنين. ما بيأثر الزيت. عنا الحليب يعني تقريبا حطيت ملعقتين ونص حليب. كمان بحط زبدة، ملعقة صغيرة زبدة ملانة، دوبهم بالميكروويف او على بخار. هيدا الشوكولا بعد ما دوبناه بحركهم منيح ليمزجوا منيح مع بعض. شايفين كل ما حركنا كل ما مزج اكتر الشوكولا بالخليط بالحليب والزبدة، يعني هيدا الحلو اللي عم بعملها انا وياكم ما بتاخد خمس دقايق بالتحضير. هلا بحطهم على جوز الهند. وبمدهم نفس المستوى. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم، اخذت تقريبا بالتحضير حوالي خمس دقائق واقل. هلا بدي احطها بالبراد. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد حوالي ساعة، هلا بدنا نشيلها. بقطعها كمان.
بمسح السكينة كل شوي عشان جوز الهند ما يعلق على الشوكولا. هيدا الشكل، شكل عن جد كتير كتير رائع وحلو، كتير سهل. هيدي حلو جوز الهند اللي عملتها أنا وياكم، كتير كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.